ثقافياً، وبعد أن كان مجرد معلم تاريخي متداع يفتقر للصيانة والترميم، دبت الحياة مجدداً ببرج قليبيا الذي أضحى ركحاً لليالي تنشيطية ثقافية. ليالي برج قليبيا هي مهرجان ناشئ انبعث هذه الصائفة في دورة تأسيسية ليحاكي أعرق المهرجانات التي تتخذ من المعالم الأثرية قاعدة لإشعاعها. البرج الأثري بمدينة قليبيا لم تكن ليلة 27 من الشهر الجاري كمثيلتها من الليالي، لتمزق الممارسة الثقافية أعماق الصمت فيه، وينطق فنا ويجسم إبداعا في افتتاح أولى دورات مهرجان ليالي البرج. أعتقد أن هذه أحسن طريقة لتثمين هذا المعلم، من خلال اولا احتضانه لتظاهره ثقافيه، اشعاعه يعني بين يعني التظاهرات الكبرى في تونس، واعطاء الامكانيات، وان شاء الله هذا انطلاقه في الحقيقه التي ستتواصل مع اعمال اخرى. تصور اي شاب من قليبيا يحلم انه البرج يولي فيه مهرجان ويحيى البرج. مجموعه من الشباب قالوا نجموا نخدموا التراث لكن بروح شبابي، دونك هذا هو اللي خدمنا عليه، البرنسيب اللي خدمنا عليه حديث التراكم. احنا هذه قلنا دوره اولى، دوره تاسيسيه، لكن ديك نكملوا الدوره هذيا باش نكبوا على الدوره الجايه، واللي شكون ان شاء الله يعني اكبر من هكا، حتى في يعني المجال الزمني يعني ربما تكون جمع عشرين. انطلاق الدوره كان كانما بعث للحياه بالفضاء المهمل، فانطلقت فعاليه الدوره بمشهديات مسرحيه كانت شذرات تاريخيه لهذا المعلم. ولتنفجر الممارسة الإبداعية المسرحية في أرقى تجلياتها مع مسرحية عائشة والشيطان التي شدت حتى أنفاس الجمهور الغفير المتفاعل مع الافتتاح. تمثيلية تشرف المهرجان في افتتاحه وتشرف تونس ككل، ونحن في حاجة إلى مثل هذه الثقافة التي تدعو للحياة ضد ثقافة الموت. كان حلم فعلا، حاجة رائعة من بداية الافتتاح، من مدخل البرج حتى العرض هذا اللي هو في حد ذاته هذا كان رائع. البرج عاود أنا نقول بعث من جديد، معناه رجعت له الروح من لون جديد. حلم طالما راود أهالي المدينة بأن يصبح البرج الأثري مستودع الفعل الإبداعي، حلم تحقق مع إرادة مستقبل أفضل.